اليوم غادي نعطيك واحد السر باش تكون ناجح في حياتك اي سورتو سعيد. مي قبل تابونا اي لايك اجيجيج. بغيت نقول لك واحد القضيه، بغيتك تعرف كاع الحوايج الزوينين اللي غيوقعوا لك في حياتك كان واعدك غتكون اديتي الثمن. اي هي غنقولها لك، ما عمرك تلاقيتي مع الناس اللي نجحوا بزاف في حياتهم وغادير في خدمتهم ولكن العلاقه مع الدراري مفلتين، او لواحد اخر اللي دار لاباس في الفلوس ولكن العلاقه مع المدام ما كايناش، او لا يمكن عنده ذات ديال الفريع ولكن بزاف ديال لي زوكازيون ديال العائله ما حضرش ليهم باسكو كان دائما حاط راسو في لا سال دو سبور. المشكله ماشي الحوايج الزوينين اللي كيوقعوا لنا، المشكله سيك بزاف الناس ما قابلينش يأديو الثمن اللي هو خاصو يتأدى. عندنا حنا واحد المثله زوينه كتقول اللي بغى العسل كيصبر على قريص النحل. ايوا العسل راه هي المثابره، هي الاجتهاد، هي الثمن اللي خاصك تأدي. ملي ما كتبغيش وما كتقبلش تأدي هذاك الثمن، مصيبه كحله، حيت كتولي عايش فاش عايش في الندم، عايش في لي غوغري، وحبيبك صحيبك هو لا بواط دو كلينكس. دونك نقبل، شنو الحل؟ نقبل بما كل حاجه عندها ثمن ديالها. بغيت ننجح يمكن ثمن ما غاديش تكون عندي علاقه زوجيه مزيانه، بغيت يمكن وليداتي ينجحوا مزيان وغنقابلهم في قرايتهم ومدراسهم، يمكن ما غاديش يكون عندي الفلوس بزاف حيت قليل الناس اللي كيجيبوها دون لوغد بحال لوطو ما كايناش. كانت معاك ناهد رشاد اللي كتعاونك باش تخليك تزيد في حياتك القدام. الى عجبتك الفيديو خلي لي شي كومونتير.